صباح لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ونبدأ بخبر من الأخبار الهامة، لأن النهاردة تم إطلاق القمر المصري الصناعي حورس 2 في تمام الساعة 6 صباحا من قاعدة الإطلاق بمدينة جيجوان بشمال غرب الصين، وده بيجي استكمالا لسلسلة التعاون في مجال الفضاء ما بين مصر والصين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة ما بين البلدين في مختلف المجالات. حقيقة أحمد، القمر الصناعي المصري حورس 2 هيتيح توفير صورة فضائية عالية الدقة والجودة لتلبية احتياجات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030. ولمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور شريف صدقي، رئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، أهلا بيك. صباح النور. صباح النور جميعا كده، وبنبدأ اليوم الخبر الجميل لإطلاق القمر الصناعي حورس 2. القمر حورس 2 ده جزء من كوكبة أقمار صناعية حورس. لو حضرتك تتذكروا، إحنا يوم 24 فبراير أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن إطلاق القمر الصناعي حورس 1. والحقيقة كوكبة الأقمار الصناعية حورس دي بتقع في الإطار التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وكالة الفضاء المصرية وجمهورية الصين الشعبية. والتطوير الأقمار دي من حيث التصميم والتصنيع والتجميع والاختبار تم الحقيقة بمشاركة كاملة ما بين مجموعة من المهندسين المصريين ومشاركة من الجانب الصيني، بحيث أن احنا بنحقق أحد الأهداف الرئيسية لمصر في توطين صناعة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية. فده هدف رئيسي لبرنامج الفضاء الوطني، وتم تحقيقه جزئيا من خلال هذا التعاون مع الصين. المجموعة كوكبة الأقمار الصناعية حورس، اللي هي حورس 1 وحورس 2، دي مجموعة أقمار استشارة عن بعد، وهي حورس 2 الخصائص بتاعته مماثلة جدا لحورس 1، فكلاهما يوجد على متنيهما كاميرا تصوير متعددة الأطياف عالية الدقة. طيب دي هدفها إيه؟ هدفها طبعا إن احنا بنقدر نلتقط صور عالية الدقة نفهم من خلالها البيئة اللي احنا عايشين فيها، ونقدر ازاي نعظم من استخدام الموارد الطبيعية والموارد المادية الموجودة عندنا، وبالتالي نقدر نحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030. يعني على سبيل المثال، مثلا نقدر من خلال التصوير على الدقة ده نعرف الثروات المعدنية الموجودة عندنا وازاي نعظم الاستفادة منها، نقدر ندرس الأجواء المناخية المختلفة في جميع أنحاء القطر المصري، وبالتالي نقدر نحدد أفضل المحاصيل اللي تزرع في أنهي قطاع من القطر المصري، وبالتالي نعظم إنتاجية الأرض الزراعية ونحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بل بالعكس نقدر كمان إن احنا نصدر، وبالتالي ده ليه مردود اقتصادي وتوفير للعملة الصعبة. احنا عندنا طبعا مشروعات قومية كبيرة جدا موجودة قائمة في مصر، بنقدر من خلال التصوير على الدقة ان احنا نتابع المشاريع دي ونشوف كم مدى كفائتها ونرفع ادائها ازاي ونرفع الاستفادة منها ازاي. عندنا طبعا موضوع مهم جدا هو المياه، ازاي نقدر نكشف عن مصادر المياه المختلفة، عن مسارات المياه في الانهار والبحار وخلافه. في عندنا طبعا تحديات كثيرة جدا من المخاطر الطبيعية، تصحر وسيول وحركة الكثبان الرملية وتآكل الشواطئ، برضو ده من خلال التصوير على الدقة بنقدر ان احنا نحدد الامور دي ونفهمها، ونقدر ازاي نتعامل معها بصورة مبكرة قبل ما تحصل منها اي مشاكل. برضو استيلاء على الاراضي المملوكة للدولة المصرية، وازاي ان احنا نقدر نحدد لو في اي تخطي او تعدي عليها. الحقيقة لازم برضو نبص على الصورة الكبيرة ونشوف ايه هو دور الاقمار الصناعيه، وخاصه الكوكبه الاقمار الصناعيه حورس، اللي هي حورس 1 وحورس 2، انها بتمكن مصر ان يكون لها دور ريادي، لان هي فائدتها مش هتعود فقط على مصر، ده بالعكس ده هتمتد لافريقيا وتمتد للدول العربيه الاخرى، ان احنا نقدر نمدهم بالصور عاليه الدقه دي، ان هي تساعدهم في برضه فهم البيئه الموجوده عندهم، وازاي ان احنا نقدر نعظم الاستفاده منها ويحصل تكامل. والحقيقه يمكن يعني اذكر في النقطه دي ان احنا في مصر بنستضيف مقر وكاله الفضاء الافريقيه في المدينه الفضائيه، وده طبعا ده بيعتبر هو البوابه اللي هتفتح علينا على افريقيا، فبالتالي وجود امتلاك مصر لهذه التكنولوجيا، وجود كوكبه الاقمار الصناعيه حورس، والاقمار اللي هي بتتم تطويرها كمان وهنعلن عنها قريبا ان شاء الله، ده بيخلي مصر ليها دور ريادي قوي جدا، بحيث ان احنا برضو بندعم الاقتصاد، لان النهارده صناعه الفضاء اصبحت صناعه مهمه جدا وبتدعم الاقتصاد بشكل كبير جدا. يعني طبعا دي العوائد منها على المستوى العالمي
بتقدر بمليارات الدولارات. فبالتالي احنا دخول مصر هذا المجال في هذا التوقيت بيدعم كثيرا جدا في التنميه الاقتصاديه وبيدعم في دور مصر. فان شاء الله باذن الله يعني هنوليكم بالنتائج وبالانجازات اللي هتتم من خلال كوكبه الاقمار الصناعيه حورس وما سوف ينضم اليها ان شاء الله في التقريب القادم ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضراتكم على اهتمامكم وعلى نقلكم لهذا الخبر الجميل، وان شاء الله يبقى دايما على تواصل بحيث ان احنا نتابع اخبار التطور في الفضاء ان شاء الله باذن الله. نشكر حضرتك جدا، نشكر حضراتكم ويومكم سعيد ان شاء الله. اشكرك دكتور الشريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكاله الفضاء المصريه، والف مبروك على انطلاق القمر الصناعي المصري حورس 2. يعني ان شاء الله يكون القمر الصناعي حورس 2 هو يعني استكمالا لمسيره التنميه المستدامه اللي خططها مصر من 2015 تحديدا ب يعني منظومه الاصلاح الاقتصادي.